بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. 47 كتاب رياض الصالحين سلم، باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية دي بيسموها آية الامتحان أو آية الابتلاء، كما قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أي إنسان ممكن يدعي محبة الله، يقول لك أنا بحب ربنا، أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحب الدين. كويس، الدعوة محتاجة إيه؟ برهان، دليل. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى علامة محبة ربنا سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لربه، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الرب سبحانه وتعالى لعبده، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام سبب لمغفرة الذنوب وأن ينال العبد هذه الدرجة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من يرتد منكم يعني يرجع عن دينه، والردة يعني كفر عن الإسلام حكمها القتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذه المسألة ليس فيها خلاف بين أهل العلم، دل عليها السنة والإجماع: من بدل دينه فاقتلوه. وحد الردة إنما شرع لحفظ الدين، حفظ الدين من التلاعب، لأن اليهود ومن حذى حذوهم من أعداء الإسلام كانوا يريدون أن يتلاعبوا بالدين، أن يتلاعبوا بالمسلمين. قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آخره لعلهم يرجعون. كويس، عشان يشككوا المسلمين في دينهم. فشرع الله سبحانه وتعالى حد الردة لأجل صيانة الدين من تلاعب الكفار والمنافقين والزنادقة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفة لأهل الإيمان أن الله عز وجل يحبهم وأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. أذلة على المؤمنين، ذليل لإخوانه المؤمنين، متواضع معهم، سهل بسيط قريب لإخوانه المؤمنين، عزيز على الكافرين، أعز على الكافرين يعني شديد. يجاهدون في سبيل الله، والجهاد يكون باللسان ويكون بالمال ويكون بالنفس، خبرك كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. ولا يخافون لومة لائم، اللائم هو العائب، ده يلومه ويعيب عليه أنه بذل نفسه لله أو بذل ماله لله، فهو يفعل ذلك ولا يخاف لومة لائم ولا عتاب معاتب. وده خاصة في أزمنة الضعف، إذا فعل الإنسان طاعة ربما لامه اللائمون، خاصة إذا ترتب عليها نوع من الأذى، ما قلنا لك خليك ماشي جنب الحيط، لازم يعني تطلع بلا الحيط، ها تنزل على الرصيف، امشي جوه الرصيف. ولا يخافون لومة لائم. شو بقى في الآخر الختام الجميل للآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الإنسان يجاهد في سبيل الله ويقول الحق
ده فضل من ربنا، ده شرف كبير لك ان انت تكون في هذا الطريق وعلى هذا المنهج، كون على طريق الانبياء والمرسلين حتى وان اوذيت. هو الانبياء اوذوا ولا لا؟ ها، مش منهم من القي في النيران، ومنهم من قتل، ومنهم من حبس، وكثير منهم اخرج من دياره. ها، حصل ولا ما حصلش؟ سبحان الله، كثير من الناس بينسى هذه الحقائق لما يكون في بلاء وامتحان، ينسى هذه الحقيقة. ذلك فضل الله، ده فضل من ربنا اللي انت تكون في هذا الطريق وتكون يعني تتأسى بالأنبياء والمرسلين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله من فضله. أول حديث ذكره حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عادى من المعاداة، من يعادي وليا لله يعني حبيب لربنا قريب من ربنا، فقد آذنته بالحرب يعني أعلمته بالحرب. اللي بيعادي الصالحين ربنا يحاربه، فربنا بيحارب أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسول، ويحارب من يعادي الصالحين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هم الأولياء بقى؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأولياء دول مش محصورين في طائفة معينة أو في نسل معين أو في نسب معين، كل من والى الله سبحانه وتعالى وكان من المؤمنين والأتقياء يكون وليا لله. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، خدت بالك؟ فمش الأولياء دول فلان أو علان من الناس، لا. ولا ينبغي أن نجزم لأحد بالولاية، لا يجوز أن نجزم لأحد بالولاية. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن إذا ظهرت على الإنسان علامات الصلاح نقول نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا. أما نقول إن فلان ده ولي، لا، سواء كان حي أو ميت، إلا من شهد له الشرع. مين هم؟ الصحابة الكرام على رأسهم العشر المبشرين بالجنة، هؤلاء أولياء لله قطعا. أولياء لله إيه؟ قطعا. أهل الحديبية كلهم أولياء لله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فربنا رضي الله عنهم، فربنا رضى عنهم وذكر ذلك في كتابه. يبقى هؤلاء لا شك من إيه؟ من أولياء الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة رجل، لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهؤلاء احنا نجزم بأنهم إيه؟ أولياء لله. غير كده بقى الله أعلم، إذا كانوا أظهروا الصلاح والخير ونحسبهم كذلك، ها، مشكوك في أمرهم، لكن أمرهم إلى الله. لأن المسألة دي محل تلبيس في بلاد المسلمين، يقول لك فلان ده البدوي الدسوقي هؤلاء من أولياء الله. مين قال؟ مين قال دول من أولياء الله؟ ها، طب لو افترضنا أن هم من أولياء الله، حتى هل يجوز بناء القبور والمساجد وتعلية القبور ورفعها على أولياء الله؟ والصحابة لم يفعلوا ذلك بخير الناس اللي هم خير الصحابة، لم يفعلوا ذلك مع عثمان ولا علي ولا سعيد بن زيد ولا عبد الرحمن بن عوف ولا سعد بن أبي وقاص. فدي نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس بيلبس طائفة من الناس الولاية ثم بعد ذلك يغلو فيهم. والحذر، الحذر من الغلو. الغلو ده باب خطير يؤدي إلى الانحراف، لذلك حذر صلى الله عليه وسلم منه، قال: إياكم والغلو في الدين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى ربنا بيدافع عن أوليائه ويدافع عن الصالحين وأحبابه. طيب كيف تصل أنت إلى هذه المرتبة؟ إزاي تبقى ولي لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك في الحديث القدسي ده، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفريضة أحب إلى الله من النافلة. صلاة العشاء في جماعة أفضل من قيام الليل.
وصلاة الفجر في جماعة أفضل من قيام الليل، وصلاة الظهر أفضل من سنة الظهر، وصلاة المغرب أفضل من سنة المغرب، صلاة العشاء 4 ركعات أفضل من تصلي قيام الليل طول الليل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتقد رجلا من أصحابه في صلاة الفجر، فذهب يسأل عنه، فوجد أمه فقال: يا أم فلان، أين فلان؟ لم يشهد معنا الفجر، ما صلاش معنا الفجر. قالت: لقد بات يصلي إلى قرب الفجر فغلبته عيناه. ما كانش سهران بيتفرج على هيا هنا ولا هنا، كان بات يصلي. فعمر قال إيه؟ لشهوده الفجر معنا أحب إلي من قيامه بالليل. كان يصلي الفجر كان إيه؟ أفضل وأحسن، ها؟ لأن الفريضة أهم من الإيه؟ من النافلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل بص عن أفضل الصلاة بعد الفريضة، بعد الإيه؟ الفريضة. قال: قيام الليل. حبيبي أفضل الصلاة بعد الفريضة، أفضل الصيام بعد رمضان. قال: شهر الله المحرم. لذلك من شغلته الفريضة عن النافلة فهو إيه؟ معذور. إنسان انشغل بالفريضة ولم يجد وقتا للنافلة معذور، ومن شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغرور، يبقى خدع، غش نفسه أو الشيطان غشه وخدعه. فالفريضة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من النافلة. شوف: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد ما يحافظ على الفرائض عنده نوع من المثابرة والمجاهدة في الحفاظ على النوافل، كل النوافل، سواء في الصلاة، في الجهاد، في الصدقة، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بيحافظ على الفرائض ويفعل إليه النوافل، يثابر عليه، لا يزال، ده في استمراره. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. تخيل، يبقى ربنا معاه في كل أعضائه، كما جاء في رواية أخرى: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. بتوفيق الله، بمعية الله، بمعونة الله سبحانه وتعالى يتحرك ربنا معاه في كل جوارحه. هل تظن أن هذا العبد يقع في معصية أو يصر على معصية بعد ما وصل للمرتبة العالية دي؟ أبدا. لو مرت به المعصية تمر وهي محتشمة، كما قال بعض السلف، قالوا إيه؟ كلمة جميلة خالص، بيقولوا: عودنا جوارحنا على فعل الطاعة، فإذا مرت بها المعصية مرت محتشمة. يعني المعصية تعدي عليهم كده وهي مكسوفة، تعدي بسرعة. سبحان الله. الإمام محمد بن سيرين عنده أثر جميل جدا، بيقول: أرى المرأة في المنام فأغض بصري. في المنام، يعني هو نايم بيحلم بإيه؟ يشوف واحدة، يغض بصره في المنام. بعض الناس لما سمع كده يقول إيه؟ ليت عقولنا في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. بيبقى صاحي ومفتح ويشوف المرأة ويقعد يبص. ابن سيرين بيغض بصره في المنام رحمه الله. فده توفيق من الله سبحانه وتعالى في سمعه وبصره ويده ورجله. فالإنسان إذا خذل تجد سمعه منطلق وبصره منطلق ويده ورجله في معصية الله. ده من علامة الخذلان، ومن علامة أنه بعيد عن ربنا، ومعلامة أنه غير محبوب لله. لذلك بعض السلف بيقول: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. ولله المثل الأعلى، لما واحد يكون قريب من الملك فالملك يروح حطه جنبه، يحطه النائب على طول، وهذا رئيس الوزراء، يقربه منه. لما يكون بعيد يقول له: بقى خليك انت عند الباب، خدت بالك، خليك بعيد هناك، كن بعيد اكتر، يقول له: ما تبقاش تيجي الا لما ابعت لك، لما ابعت لك ابقى تعالى، خدت بالك،
مش عايزه. ولله ايه المثل الأعلى، إذا أردت أن تنظر مقامك فانظر أين أقامك. فشوف أنت فين، واقف بتصلي في بيت ربنا، ها قلبك مشغول بإيه؟ بذكره وشكره، بتقول إيه في الصلاة؟ إيه مشغلك؟ إيه هدفك في هذه الدنيا؟ هو ده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى، بقدر انشغالك به بقدر قربك منه سبحانه وتعالى. وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن سألني أعطيته، ولئن استعاذني استعاذ بي يعني لأعيذنه. الحديث رواه البخاري. وفيه هنا زيادة في الحديث، خد بالك، ضعيفة موضوعة منكرة، وضعها بعض الصوفية. يقولوا إيه؟ حتى يصير عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. طبعا الجماعة الصوفيين الدراويش دول أول ما يسمعوا الحتة دي الله مبسوطين أوي، يقول للشيء كن فإيه؟ هو في حد يقول للشيء كن فيكون؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن غلو الصوفية، يقول لك الأولياء دول على مرتبة عالية، ممكن يقول للشيء كن فإيه؟ فيكون، بس لما يوصل. أما أنت يا مسكين ما وصلتش، مفيش حاجة اسمها يوصل، مفيش حاجة في الدين اسمها فلان ده يوصل لمرتبة معينة فتسقط عليه التكاليف كما يزعمون. هم عندهم إن في مرتبة في الدين إذا وصل إليها العبد خلاص لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل حاجة خالص. بيستدلوا بإيه؟ يعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مع ان اخر ايه فيها دليل على بطلان كلامهم. واعبد ربك، الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه حتى ياتيك ليه اليقين. يقول اليقين دي مرتبه في الدين، لما العبد يصل اليها تسقط عنه ليه التكليف. بقول لك ما هو وصل، بقول لك اذا دخلت على الملك بعد ما تدخل تقعد تقرب منه وتجيب له هدايا، ولا قبل ما تدخل؟ قبل ما تدخل تجيب بقى الهدايا بتاع. دخلت انت بقى خلاص وصلت عند الملك، انشغل بيه بقى، قاعد يتأمل فيه كده وها أصدوم الكلام ده، كلام فارغ طبعا، لأن الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك العبادة يوما عليه الصلاة والسلام، حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما يكون يصلي، الصحابة أكابر الصحابة أبو بكر وعمر تركوا العبادة يوما، ها قالوا احنا وصلنا خلاص. فده انحراف خطير. الصوفيين دول عندهم انحراف في العقيدة، انحراف في المنهج، انحراف في الفهم. لذلك تجد أهل الكفر يعني يقولون إن كان لابد من الدين فنرضى منهج الصوفية، وأهل النفاق برضو يقول لك الصوفيين دول يعني إيه أحسن الناس المتدينين. يعني ليه؟ ناس عندهم نوع من الدلوشة والانحراف عن الدين في العقيدة وفي الفهم وفي التطبيق. الحديث الذي يليه حديث رقم 387 عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اتفق عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه. شوف المنزلة العالية دي بالأمر. إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحببه، بالأمر كده، حب بالأمر. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض يعني عند الصالحين. عند ليه؟ الصالحين، لأن هم دول اللي عندهم قلب سليم يميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، مش بقى الفاسقين. لا، وممكن بعض الناس يحب واحد فاسق، صح ولا مش صح؟
هل ده قبول في الأرض؟ قبول في الأرض عند الايه؟ الصالحين. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا، أسأل الله العافية، إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. اتفق عليه. شوف الحديث ده دليل على فهم الصحابة للقرآن وتفاعل الصحابة وتعايش الصحابة مع القرآن. فاهم أن سورة قل هو الله أحد دي سورة الإخلاص اللي هي بتعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن هي صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل ولا نظير سبحانه وتعالى في علوه وملكوته وجبروته وعلمه وحكمته جل وعلا. فهذا الصحابي كان يحب أن يكرر هذه السورة المرة تلو المرة في كل ركعة لأنه يحبها، فهذا قاده إلى محبة الله عز وجل تعالى له. طبعا السورة ديت من آيات النبوة ومن دلائل عظمة القرآن وعظمة هذا الدين. سورة مختصرة كلمتها يسيرة وفي نفس الوقت سهلة، بتعبر عن العقيدة الإسلامية، تعبر عن النقطة الركيزة في كل دين، من هو الله. وأصلا في سبب نزول هذه السورة كما ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، يعني يقول لنا ربنا ده مين وابن مين وابو مين، انسب لنا ايه ربك. فنزلت هذه السورة. الحديث في المسند قل هو الله احد، خدت بالك؟ احد سبحانه وتعالى في افعاله في صفاته في اسمائه. وبعدين الله الصمد. الصمد ليه كم معنى؟ هتقول لي انت، واحد الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم، يعني العباد بيحتاجوا لربنا فبيلجأوا إليه، ما لهمش غيره سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ملكش غير ربنا، تتعب تجوع تهتم ملكش غيره، تلجأ إليه وتصمد إيه في حاجتك. الصمد يعني الذي ليس له جوف، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، حاشا لله، شأن الله أعظم من ذلك من هو يأكل ويشرب، ها حاشا لله، ليس له جوف، يطعم ولا يطعم. صمد يعني كمان نور يتلألأ سبحانه وتعالى. الصمد يعني كمان يعني لم يلد ولم يولد. الآية اللي بعدها فصلت الآية دي، الله الصمد يعني الذي لم يلد ولم يولد. وكمان ايه من معاني الصمد؟ الكمال، الكامل في صفات الكمال. ربنا ليه صفات الكمال وهو كامل فيها. ابن عباس بيقول ايه؟ السيد الذي كمل في سؤدده، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، والعظيم الذي كمل في عظمته سبحانه وتعالى. وتعرف كل التفسيرات دول كم واحده دول؟ خمسه، كلهم معنى الصمد، ما فيش بينهم منافاه، خدت بالك؟ كلهم تفسير للصمد. يبقى الصمد النور والكامل والذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، والذي لم يلد ولم يولد، كل دي صفات ايه؟ كمال لله سبحانه وتعالى. كل ده معنى الصمد، لم يلد ولم يولد. رد على الكفار كلهم اللي بينسبوا لله الولد او ان هو ولد، حاشا لله، الاول والاخر والظاهر
والباطل سبحانه وتعالى. كان واحد بيسأل واحد نصراني بيقول له هو ان الواحد يكون لي ولد دي حاجة طيبة ولا حاجة سيئة؟ قال له حاجة طيبة. قال له طيب كون ان ربنا له ولد دي حاجة طيبة ولا لا؟ قال نعم. قال لما لم يكثر من الاولاد اذن؟ مش ربنا كان يجيب اولاد كتير بقى ولد واحد شوية قوي ها؟ فبهت سبحان الله ينسبون لله الصاحبة والولد. ولم يكن له كفوا أحد، كفوا يعني النظير والند والمثيل. طيب الحديث الباب اللي بعده باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إثم مبين يعني إثم واضح. اللي بيؤذي المؤمنين مصيبة والله. في ناس يا أخي شغلتهم الأذى، ربنا عافينا والله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. اللي بيعذب الناس لا ربنا يعذبه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وقال صنفان من أهل النار لم أراهما، وذكر منهم إيه؟ نساء كاسيات عاريات متبرجات، دول ربنا يهديهم اللي بيلبسوا البنطلون والفنيلة. مسلمة تطلع بالبنطلون والفنيلة؟ اه والله. يقول لك اسمها باضي عشان ما يقولوش فنيلة، يعني عشان اسم الفنيلة عيب. هي فنيلة ها؟ صحة التسمية هي رخ ها؟ امرأة تلبس بنطلون وفنيلة تطلع كده قدام الناس ها؟ ده حتى يعني كانوا يقولوا هي حرام لا يجوز، وحتى ايه أشار بكده بساعة صغير تقول لك محجبة، هي كده محجبة. نساء كاسيات عاريات، هم دول كاسيات عاريات يعني لابسه لبس لا يسترها، خدت بالك؟ ليس هذا هو الزي الذي امر الله عز وجل به. والصنف الثاني ما بايديهم ايه؟ صياط، رجال بايديهم صياط كاذناب البقر يعني كرابيج يعني، يضربون بها الناس. وسواء كان الصياط ولا عصيان ها؟ كله زي بعضه، لابس خوذه ولا مش لابس، كله زي بعضه ها؟ تراهم بيعذبوا الناس ويضربوهم بظلم، هيبقى ده نوع من الايه؟ التعدي وايذاء المؤمنين بغير حق. فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. والله كما قال بعض السلف ولأنا اشفق على الظالم مني على المظلوم. بيقول انا خايف على الظالم اكثر. ليه؟ المظلوم يبيت ينتظر الرحمه والفرج والمنه، والظالم ينتظر النقمة والعقوبة. تخاف على مين أكثر؟ ده مستني العقوبة من ربنا، وده مستني ايه؟ الفرج. وربنا سبحانه وتعالى يعني قال في دعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. اليتيم الذي فقد أباه ولم يبلغ الحلم، إذا بلغ الحلم فليس يتيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام. ساعات الناس بيقولوا مثلا على واحد عنده 18 سنة يقول عليه يتيم. يتيم ايه؟ طالما بلغ مش اسمه يتيم، طالما بلغ لا يسمى ايه؟ يتيما. وإلا بقى أغلب الناس أيتام بقى، ما أغلب الناس أبوهم ايه؟ يبقى راجل عنده 50 و60 سنة يبقى يتيم. لا، اليتم ده لحد الايه؟ البلوغ. بلغ يبقى خلاص زال عنه اسم اليتم. الاحاديث ذكر الحديث من عاد لي وليا، يقول وحديث سعد وقوله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. حديث لما حصلت نوع من النقاش والخلاف بين ابي بكر وبين بلال وعمار، فذهب ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، يعني خلاف بيني وبين بلال وعمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد أغضبتهم لقد أغضبت ربك. تخيل أبو بكر يعمل إيه؟ يذهب إليهم معتذرا يقول أغضبتكم إخواني؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. مجتمع الصحابة مجتمع الود والحب والوئام، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزرع بين المؤمنين المحبة والود والوئام، أنا بحبكم في الله والله، لأن إحنا بنعاني من التباغض والتقاطع والتشاحن حتى في البيت الواحد. والله مشكلة. وفي المسجد الواحد تجد تباغض وتشاحن وقلة فهم، قلة فهم الحقوق الأخوة وقلة فهم للتدين. واحد فاكر التدين ده أنه يسبق إلى الخير وإن أغضب إخوانه وإن آذاهم. لا، ده الود والمحبة ده درجة عالية. وجبت محبتي لليه؟ للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. أسأل الله أن نكون منهم. حديث أخير في الباب هنا، حديث جندب ابن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. اللي يصلي صلاة الصبح يبقى في ذمة ربنا، يعني في عهد ربنا، في أمان من ربنا. مش يقولوا أهل الذمة، يعني أهل العهد، أهل الأمان. المسلمين أعطوهم إيه؟ المسلمون أعطوهم أمان، فهم في أمان المسلمين، في عهد المسلمين. فاللي بيصلي الصبح، اللي بيصلي الفجر في وقته، في ذمة ربنا. ياللي بتنام عن صلاة الفجر اصحى عشان تاخد ذمة ربنا، مش عايز؟ أقول لك أنا مش مشكلة، تفرج إن شاء الله لما أصحى أصلي. قوم صلي الفجر تبقى في ذمة ربنا، في عهد من ربنا، في حفظ الله. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. حديث رواه مسلم. يعني ايه؟ يعني معنى إياك أن تتعرض لرجل في ذمة الله. اوعى لما تيجي تتعارك مع واحد قول له انت صليت الصبح، قول لك انا صليت الصبح خلاص ما اقدرش اعمل لك حاجه، عشان انت في ايه؟ في ذمة الله. عبد الله بن عمر كان في مجلس الحجاج وكان معه سالم ابنه، فالحجاج كان معروف بالظلم، فمسك واحد كده وقال لي هذا نقتله، قال اذهب به يا سالم فاقتله. فسالم خد الراجل معاه وقال له صليت الفجر؟ قال نعم. قال فاسلك أي طريق أردت، فاسلك أي طريق أردت. قال له امشي. ودخل على الحجاج قال له ايه؟ موت الرجل؟ قال له كيف أقتله وقد صلى الصبح؟ ده صلى الصبح، ده في ذمة الله. فقال عبد الله بن عمر إنما سميته سالم ليسلم. أهو سلم من السوء أهو بفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى. من الطرائف هنا ان كان في طفل في المدرسه وحافظ الحديث دوت، والمدرس عايز يضربه فقال له لا تقدرش. ليه؟ قال له انا صليت الصبح، انا في ذمه الله. معاني جميله، معاني جميله ان المسلم يكون حريص على تحصيل فضل الله سبحانه وتعالى وحفظه. الباب اللي بعد كده باب مهم جدا، باب اجراء احكام الناس على على الظاهر وصرائرهم إلى الله تعالى. تتعامل مع الناس في الايه؟ بالظهر. السريرة دي لا يعلمها إلا الله ولا يحاسب عليها إلا الله. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الكلام عن المشركين. إن تابوا يعني أظهروا الإسلام وأقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة ده أمر ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. وآتوا الزكاة. ما قالش ربنا فإن أخلصوا، فإن خافوا الله، لأن دي أمور قلبية ربنا بس اللي يعلمها سبحانه وتعالى. حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حديث متفق عليه. طالما أظهروا شعائر الإسلام لا يجوز التعدي عليهم، ويصبحون آمنين في أموالهم وأعراضهم وأبشارهم. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. الجملة التانية دي
تفسيرية للجملة الأولانية. يعني بص كده، من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني 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 لا خالق إلا الله ولا لا معبود إلا الله؟ لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يبقى كل المعبودات التانية إيه؟ باطلة. يبقى شهادة أن لا إله إلا الله أنت بتبطل كل الآلهة وتثبت الألوهية لله وحده لا شريك له، صح؟ طيب شوف الجملة التانية بتقول إيه؟ وكفر بما يعبد من دون الله. تأكيد، عشان القضية دي قضية مهمة، لأنه لو ما كفرش ما يعبد من دون الله يبقى أبطل لا إله إلا الله. إزاي؟ دي المسألة دي محل إجماع، هقول لك أنا إزاي. يعني واحد يقول إن الإسلام ده حق وربنا واحد، يقول له بس واحد يقول له بس ما تبقاش متشدد كده، كده يعني كل الناس غلط والمسلمين بس هم اللي صح، وأنا ما قلتش كده، ما هو برضه اليهود دول صح، واللي يقول ربنا اثنين صح، واللي يقول ربنا ثلاثة صح. الراجل ده مسلم؟ ده أبطل شهادة الإيه؟ التوحيد، أبطل لا إله إلا الله، صح ولا صح؟ لأنه لازم يبطل الآلهة الأخرى، يثبت الألوهية لله، هي دي معنى لا إله إلا الله. فلما واحد يقول الإسلام حق، واليهودية حق، ونصرانية، كله هيدخل الجنة. نقول له أنت أول واحد ما تدخلش الجنة إن شاء الله، أنت أول واحد، طالما إيه؟ بيخلط بين الحق والإيه؟ والباطل. يبقى كده بيثبت إيمان الكفار، يبقى أبطل شهادة لا إله إلا الله. فهنا الإمام الصادق بيقول جملة تفسيرية تأكيدية، وكفر بما يعبد من دون الله. لذلك شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع أن من صحح ملة من ملل الكفر كفر. أي ملة؟ يعني واحد يقول أنا مسلم، طب يقول البوذيين، يقول برضه على حق، ادخلوا الجنة، يبقى كده أبطل الإيه؟ الإسلام، يبقى هو كفر خرج من الإسلام. حسابه على الله. حديث ذكر هنا قصتين، قصة المقداد وقصة أسامة، ودول قصتين مهمين جدا. يعني أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله. شوف الرجل ده عمل إيه؟ قطع إيده وراح مستخبي ورا الشجرة وقال أسلمت لله. أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له. فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، ده لما قطعها قال كده، فقال لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. اتفق عليه. يعني إيه؟ أهو يقول ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، لما قال أسلمت لله أصبح زيك بمنزلتك، يعني أصبح إيه؟ مسلم. ولو قتلته إنك بمنزلته، يعني مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، لأنه قتل واحد إيه؟ مسلم، فأصبح غير معصوم الإيه؟ الدم. شفت ده دليل على أهمية العمل بالإيه؟ بالظاهر. قال أسلمت لله، خلاص جيش جنبه، تقول له بقى قول الإيه؟ الشهادتين. لذلك يحكم للكافر بالإسلام إذا نطق الشهادتين فقط، أو نطق الشهادتين يبقى إيه؟ مسلم، أو قال ما يدل عليهما. ما يعرفش بقى شهادة، ما يعرفش يقول شهادتين، قال أسلمت لله، أنا معاكم، صابئنا صابئنا. كما حصل في أحد الغزوات أن أناسا من المشركين قالوا صابئنا صابئنا، عايزين يقولوا إحنا إيه؟ مع الصابئين، يعني اللي هم صابوا وخرجوا عن دينهم، يعني إحنا معاكم يا مسلمين. فلما قتل منهم خالد من قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. كان يجب أن يكف إيه؟ عنهم. الحديث الثاني حديث أسامة في قصة، يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة مكان يعني، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه
يعني على وناب السيف خلاص، قال لا إله إلا الله، فكفل عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني بيستخبى في الكلمة بيدار فيها. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. اتفق عليه. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وعن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته. أنت واخد بالك؟ يعني المشرك ده قتل إيه؟ ناس من المسلمين، خد بالك. وبعدين إيه؟ رجل من المسلمين قصد غفلته. وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله، اللي هو الإيه؟ اللي كان مشرك ده، فقتله يعني أسامة. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. حديث رواه مسلم. مين اللي عمل كده؟ أسامة ابن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه إنكارا شديدا ويغلظ عليه في الإنكار ولم يستغفر له. ليه؟ لأنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله. مع أن يا أخي أنت لما تبص في الموضوع ممكن تقول ما أسامة معذور، لأن قراءة الأحوال بتدل أن الرجل دوت إيه؟ بيتعوذ فعلا، لأنه ما أسلمش من الأول لما شاف السيف فوق دماغه قال لا إله إلا الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا نقطة مهمة جدا، إجراء أحكام الناس على الظاهر وعدم التفتيش في القلوب، لكن القلوب إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الدنيا العمل فيها بالظاهر والآخرة بالسرائر. يوم تبلى السرائر، تبلى يعني تظهر، كل واحد بقى يبان على حقيقته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن باطننا، لأن الباطن ده مهم جدا، أن الباطن يكون أحسن من الإيه؟ من الظاهر. لذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في الغيب والشهادة، حديث ثاني في السر والعلانية. فده دليل على تعظيم حرمات المسلمين، وأنه لا يجوز التعدي على من ظهر منه الإسلام. آخر حديث يا إخواني النهاردة في رياض الصالحين، حديث رقم 395 عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. الأثر ده جميل وخطير ويرد على ناس كثير أوي.
عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول الناس كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحش، يعني ممكن واحد يتزين للنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل نفسه مؤمن وهو ايه؟ منافق، ينزل القرآن ايه؟ يفضحه. خدت بالك؟ كما في سورة التوبة، سورة الفاضحة، ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. القرآن فضح الراجل اللي هو قاله الجد بن قيس، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انت هتروح تقاتل الروم وانا صراحة اخاف على نفسي اشوف نساء الروم اقع في الفتنة، فمعلش خليني قاعد في المدينة انا خايف على نفسي ليه؟ الفتنة. الراجل اللي كان خايف على نفسه الفتنة ابدا، كذاب. او ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أنه فتنة اللي سقطوا فيها التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وترك الجهاد في سبيل الله، ها. بعدين التنين بقى، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. ده كل ده منهم من بعضهم، لكن هم لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليك، يعتذروا للنبي. تاني أصلك الحكاية الرواية، ربنا فضحهم. فكان الوحي بيكشف بواطن الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. طب الوحي انقطع، فعمر بن الخطاب بيحط قاعدة مهمة أوي، بيقول لهم الآن نأخذكم بما ظهر من أعمالكم. كل واحد هنعمله بإيه؟ بالظاهر. من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. عمر بن الخطاب خليفة الراشد كان يقرب أهل العلم والفضل والطاعة والخير، وإذا أراد الحاكم المسلم بأمته الخير قرب أهل الخير، وإذا أراد بها السوء قرب أهل السوء ورفع من قدرهم. وده أي إنسان مربي أو يتولى أمر من أمور المسلمين ويرفع من قدر الإنسان حتى ولو عن طريق الحكاية، فإنما يريد للناس أن يقتدون به. يعني مدرس في فصل لما يدخل يحكي عن بطولة صلاح الدين وقطز وبطولة الصحابة، معنى كده بيقول للناس بلسان الايه؟ بلسان الحكاية ايه؟ اقتدوا بهؤلاء. خدت بالك؟ ويقول المفروض الطالب المصلي فين اللي صلى الفجر النهاردة؟ يقوم له واحد يروح عطيله جايزة. بيقول للطلبة ايه؟ اقتدوا بهذا الطالب، عشان صلى الفجر له حق الإكرام والتقريب. لما يقول بقى مين اللي صلى الفجر النهاردة؟ يقول أنا، تعال خمس عصيان. خدت بالك؟ يبقى مش عايز حد يصلي الفجر. ها؟ يبقى هو يريد الشر، يريد السوء ولا لا؟ يقول لهم مين بيعرف يطبل ويرقص يا أولاد؟ يقول أنا يا أستاذ. يقول له ليك جايزة يا حبيبي. يبقى بيشجع الأولاد على إيه؟ وعلى هذا فقس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرب أهل العلم وأهل الفضل، وبيقول للناس أهو من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء والله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدق. يبقى إنسان خائن ترك للصلاة يبقى خائن، بيرتكب المنكرات ويظهر الفواحش يبقى إنسان إيه؟ خائن مجرم. وإن قال إن سريرته حسنة، يرد على ناس كتير بيرتكبوا المعاصي في الظاهر وتيجي تكلمه يقول لك انت لو تعرف تكلمش معي. طب يا ريت الناس كلهم، ده انا قلبي ابيض زي اللبن، لبن الجاموسي كمان، ها، زي البفت. بالله عليك ده كلام، ده كذاب. ها، لو كانت سريرته حسنه لحسنت ايه؟ علانيته، كما قال صلى الله عليه وسلم ان في الجسد لمضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. بص، صلاح القلب مستلزم لصلاح الجوارح، لكن صلاح الجوارح غير مستلزم لصلاح القلب. سبحان الله، خطيرة دي. يعني ممكن الإنسان يبقى في الظاهر كده حسن وطيب وفي الباطن ايه؟ خبيث، نسأل الله العافية. المنافق والعياذ بالله يصلي مع الناس كده ولكن ايه؟ لا يصلي لله، ليس مخلصا، له غرض من اغراض الايه؟ الدنيا. لكن لو واحد قال
قلبه سليم لازم تبقى جوارحه ايه؟ سليمة، دي ما فيهاش كلام. ولو جوارحه سيئة لازم يبقى قلبه ايه؟ سيء. ما ينفعش يقول اصل انا قلبي من جوه فيه كذا وكذا. اهو شوف عمر بيقول ايه؟ ومن اظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدق وان قال ان سريرته حسنة. حديث رواه البخاري.